عبد الرحمن الشامي من سوريا، موجود حاليا بقاعة المحكمة تبع محاكمة بشار الأسد المجرم. إن شاء الله إن شاء الله نحن اليوم عملنا محاكمة وقررنا إعدام بشار الأسد. إن شاء الله بعد هيك حنعمل سوريا ديمقراطية، سوريا حرة، سوريا من غير فساد. طبعا بنتمنى مصر تكون كمان نفس الموضوع وكل الوطن العربي وليبيا. حنعمل إن شاء الله سوريا ديمقراطية، سوريا حرة، سوريا نزيهة وشريفة مثل ما هي فعلا هيك، وشبابها هيك، ولادها هيك، ورجالها هيك. نفس هذا الكلام رح نعمل إن شاء الله سوريا ديمقراطية حرية من غير بيت الأسد. هاي سوريا ملك للسوريين وليس ملك لبيت الأسد، وليس هي وراثة عن أبويا توارثها مع بعضهم. كان حافظ الأسد يورثها لابنه وبشار الأسد يورثها لابنه من بعده، هذا الكلام مرفوض جدا. بعد محاكمة بشار هل سيتم ترتيب أشياء في القريب العاجل؟ مثلا مثل ايه؟ يعني فعاليات، مؤتمرات، مظاهرات، طرد السفير. ان شاء الله ان شاء الله نحن نتمنى من الحكومة المصرية بأن تطرد السفير السوري يوسف الأحمد الذي هو نسيب بشار الأسد، نسيبه فعلا، زوج بنت عمته. نتمنى أن تطرده وتأخذ موقف مشرف من الثورة السورية. نتمنى من الحكومة المصرية ومن المشير طنطاوي ومن عصام شرف، الدكتور عصام شرف، نتمنى منه طرد السفير السوري، لأنه هذا السفير عار على مصر وعار على ثورة 25 يناير اللي بيمثلها الشعب المصري. نظمتوا قبل ذلك وقفة احتجاجية أمام السفارة، هل مطروح اعتصام في بعد العيد؟ والله إن شاء الله إن شاء الله نحن ممكن نطرح في اعتصام أمام الجامعة العربية وليس أمام السفارة، لأنه أمام السفارة موضوع عادي صار، بس ولكن نحن عم نطالب الجامعة العربية باتخاذ موقف أقوى وأكبر، ودماء السوريين اللي عم تنزل على الأرض كل يوم هاي برقبة كل حكام العرب اللي هن قادرين إنه هن يوقفوا هذا الشيء وهو عم ما عم يوقفوا. شكرا.